بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على الترماتود. زي ما عودتكم احنا قلنا ان الترماتود هو جزء من الهلمنسيس. الهلمنسيس يعني ديدان، وهو الجزء اللي احنا هناخده وهندرسه وهنمتحن عليه الترم الاول. الهلمنسيس اللي هي الديدان، اول حاجة فيها الترماتود. ترماتود يعني ايه؟ ترماتود يعني ديدان مفلطحة وبتبقى نون سيجمنتد، مفيهاش سيجمنتس. طيب، وعشان هي نون مفلطحة ونون سيجمنتس بتبقى شبه ورقة الشجر زي الشكل ده بالظبط، بيقولوا عليها ليف لايك. ليف لايك يقولوا عليها فلوكس. طيب احنا عايزين دلوقتي نعرف هنمشي في الترماتود ازاي. بنقسم الترماتود على حسب الهابيتات الى ليفر فلوك بتبقى موجودة في البيلياري سيستم وهي الفشيولة، انتستينال فلوكس وهي الهيتروفس هيتروفس، لونج فلوك وهي البارجومينس وسترماني، بلاد فلوك وهي الشيستزوما. دي تقسيمتها على حسب الهابيتات. الهابيتات اللي هو المكان اللي في جسمي، الاورجان اللي في جسمي اللي بيعيش فيه البارازايت وبيحصل فيه فيرتلايزيشن. طيب انا اي بارازايت، قلنا هنقول دلوقتي السكيما العامه بتاع الترماتود، اي بارازايت انا بعوز اتكلم فيه على ايه؟ بعوز اتكلم فيه على الديزيز اول حاجه. طيب الديزيز احنا قلنا لو الديزيز موجود في التشو بنحط في اخر الاسم كلمة اوزس، او اس اي اس. طيب لو مش موجود في التشو بحط ايزس، اي اس اي اس. كل الديزيز اللي عندي في الترماتود ما بيبقاش موجود في التشو، بيبقى موجود في الانتستين، بيبقى موجود في البلد، يبقى موجود في الليفر في البيليري سيستم، ده مش تشو، فبيبقى بنحط اخره ايزس. لو جينا نطبق القاعدة دي على البارازايتس اللي موجودة في الترماتود هيبقى عندي فاشيوليزس، هيتروفيزس، باراجومنيزس، شيستزومييزس. تمام، ده بالنسبه للديزيز. بعد كده بعوز اتكلم على ايه في البارازايت؟ بعوز اتكلم على الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. جيوغرافيكال ديستريبيوشن اللي هو انتشاره على مستوى المنطقه. تمام، كل واحده لها جيوغرافيكال ديستريبيوشن معين، بس عندي كلهم موجودين في مصر ما عدا البراجومينس وسترماني والشيستزوما جامبرينكا، وهنعرف موجودين فين. طيب المورفولوجي، بعد كده عاوز اتكلم على شكلها، شكل الدوده دي بتبقى عامله ازاي. في المورفولوجي بتكلم على ثلاث حاجات، الادلت والايج واللارف. الادلت هنا المورفولوجي بتاعه بيبقى قلنا كلهم بيبقوا ليف لايك، بيبقوا شبه ورقه الشجر زي دي كده. طيب تمام، كلهم بيبقوا فلات ما عدا الفيميل في الشيستزوما. الفيميل في يعني الميل كمان بيبقى فلات في الشيستزوما، الفيميل في الشيستزوما هي اللي بتبقى راوند مش فلات. كلهم بيحتووا على ميل اورجان 6 وفيميل اورجان، فعشان كده بيسموها هيرمافرودايت. هيرمافرودايت يعني خنثى. كلهم كده ما عدا الشيستزوما. الشيستزوما الميل لوحده والفيميل لوحدها بتبقى سيبريتس في السكس بتاعها. تمام، كلهم بيحتووا على حاجه اسمها ريديا ستيج، ودي هنقول يعني ايه كمان شويه ما عدا برضو الشيستزوما. طيب اما عاوز اتكلم على الايج، سكيمه الايج اهي يا جماعه في المنهج في اي حته. السايز بعوز اتكلم على 2 اس في الايج و2 سي. الاس الاولانيه اللي هي السايز. طيب سكيمه السايز بقى في الايه، في الشيستزوما، في الترماتودز كلها عندي لارجست ايج موجوده في الترماتود في المنهج كله اللي هي الفشوله، ودي بتبقى عباره عن 140 في 70 مايكرو. تاني حاجه بتبقى الشيستزوما بتبقى 140 في 60 مايكرو. تمام، طيب عندي برضو اصغر اج في المنهج موجوده في نفس الشابتر اللي هو الترماتود اللي هي الهيتروفس، دي بتبقى عباره عن 30 في 15 مايكرومتر. طيب تمام، طيب بيبقى لي عندي البارجمينس وسترماني. البارجمينس وسترماني حجمها بيبقى 50، وضعف ال 50 كام؟ 100، بيبقى حجمها 50 في 100. طيب الشيب، كل الاجز اللي عندي في الترماتود بيبقوا اوفال شيب، بيبقوا شكلهم بيضاوي الشكل. كلهم بيحتووا على اوبركولم، وعشان كده بيقولوا عليهم اوبركيوليتد ما عدا الشيستزوما نون اوبركيوليتد. تمام، كلهم بيحتووا على كلهم الشيل بتاعهم، الغطاء بتاع الايج بتاعهم بيبقى سك ما عدا الفشوله بيبقى الغطاء بتاعها سن شيل. طيب بعد كده اتكلم على 2C. 2C قلنا الكالر والكونتنت. الكالر كلهم بيبقوا يلوش براون في الكالر بتاعهم ما عدا الشيستزوما بتبقى ترانسليوسن شفاف. الكونتنت اتنين بيبقى فيهم اما تيور اوفا، واتنين بيبقى فيهم امبريو او جنين. اتنين بيبقى فيهم اما تيور اوفا اللي هم الفشيولة والبرجمنس وسترماني،
واتنين بيبقى فيهم الجنين اللي هو هنا في الشابتر بيسموه الميراسيديم اللي هو الهتروفس هتروفس والشيستيزوم بانواعها. تمام. طيب بعد كده يبقى انا كده خلصت الايج 2 سي 2 اس و2 سي. بعد كده بتكلم على اللايف سايكل. اللايف سايكل اول حاجه بتكلم عليها ايه؟ الهابيتات. الهابيتات واحنا قلنا الشابتر اصلا بيتقسم على اساس المكان اللي بعيش فيه. الهابيتات الليفر قلنا الفاشيولا، الانتستين هيتروفس هيتروفس، في اللونج بيبقى البرجومينوس، وفي البلاد بتبقى الشيستوزوم. طيب بعد كده بعوز اتكلم على الديفينيتيف هوست. الديفينيتيف هوست اللي هو العائل الاساسي اللي بيحصل فيه التكاثر الجنسي اللي هو السيكشوال سايكل، بيبقى في كلهم الانسان، وبيبقى الادلت موجوده في الانسان. طيب الانترميديت هوست اللي هو بيحصل فيه التكاثر اللا جنسي الاسيكشوال سايكل، بيبقى فيهم كلهم عبارة عن سنيل. سنيل يعني ايه؟ سنيل يعني قوقع. سنيل يعني قوقع. طيب اكسبت الهتروفس هتروفس كلهم بيبقوا عندهم وان انترميديت هوست اللي هو السنيل، ما عدا الهتروفس هتروفس والبراجومينس وسترماني بتبقى عندها سنيل، وسمك كمان بيبقى اسمه بولتي وبوري اللي هو اللي احنا بناكله عادي، والبراجومينس وسترماني بيبقى عندها سنيل، وايه الكرابس. الكرابس اللي هي الكابوريا. تمام. بعد كده في حاجه اسمها ريزرفوار هوست. ما معنى كلمه ريزرفوار هوست؟ ريزرفوار هوست معناه ريزرفوار يعني ايه؟ احتياطي او مخزن. تمام. هو بيحصل فيه بس برضو اللي بيحصل في الديفينيتيف هوست بالظبط، بس الفرق هنا ان هو بيحصل في الانيمال. تمام. طب ده بيبقى مسؤول عن ايه؟ انه يحافظ على نوع البارازايت من الانقراض. تمام. كلهم بيحتوي على ريزرفوار هوست ما عدا سبيشيز في الشيستوزوما اسمها شيستوزوما هيماتوبيام. شيستوزوما هيماتوبيا اللي بتبقى اللي بتيجي في اليورينري، اللي بتبقى تلقى موجوده في اليورين الاج بتاعها. تمام. طيب بعد كده بتكلم على الدياجنوستيك ستيج. كلهم الدياجنوستيك ستيج هيبقوا الاج اللي هي بتبقى موجوده في الرسمه اللايف سايكل على ايد اليمين. الانفكتيف ستيج فيهم كلهم هتبقى اللارفا. اللارفا هنا اللي هي كلهم بتبقى انسيستد ميتا سيركاريا، بتتسمى هنا انسيستد ميتا سيركاريا. ما عدا الشيستوزوما بتبقى اللارفا فيها اللي هي بتصيب الانسان بتبقى الفوركو سيركاس سيركاريا. ده الانفكتيف ستيج، الطور المعدي للانسان. طيب المود اوف انفكشن، الطريقه اللي انا هتصاب بيها ايه؟ كلهم بيبقوا عن طريق ان انا انجيشن، ان انا اكلت السيركاريا اللي هي الانسيستد ميتا سيركاريا. ما عدا الشيستوزوما بيحصل عن طريق البنتريشن انها تخترق الجلد او الميوكوس ممبرين، ودي عن طريق الفوركو سيركاس سيركاريا. طيب تمام. الكلينيكال اسبكت احنا قلنا سكيما عامه لكل الكلينيكال اسبكت قبل كده في الورق القديم، اللي هو لو هو مايلد، لو الديزيز عندي مايلد في جسمي فبيبقى ممكن اسيمتوماتيك ما فيش سيمتومز، لو هو سيفير يعمل اسيمتوماتيك، وعندي جنرال سيمتوماتيك وسبيسيفيك سيمتوماتيك. جنرال سيمتوماتيك اللي هي ممكن تحصل عادي زي الانيميا زي الفيفر زي الهيديك زي الماليز زي الويكنس، ده عادي جنرال مع اي بارازايت عشان بيتغذى على الاكل بتاعي. او سبيسيفيك مانيفيستاشن زي السبيسيفيك مانيفيستاشن اللي ممكن تحصل عندي، ممكن لو هو موجود في السمول انتستين بيعمل اربع حروف عندي C D N V، يعمل C اللي هو الكوليك، يعمل دايريا، يعمل نوزيا، يعمل فوميتنج. طيب تمام. لو هو موجود مثلا في اللارج انتستين يعمل لي حاجة اسمها ديزنتري، وقلنا ديزنتري يعني ايه؟ وجود ميوكس وبلد في الدايريك ستول، ميوكس وبلد موجودين في الدايريك ستول لو في حد عنده اسهال. تمام. طيب الدياجنوزس، سكيما عامه للدياجنوزس برضو، سكيما عامه قلنا اول حاجه في الدياجنوزس كلينيكال في العياده اشخصك ازاي، اخد منك الهيستوري اشوف انت بتتعامل مع ايه، كلت ايه، عايش ازاي، بتشتغل ايه، عشان اقدر اشوف الحاجه اللي انت تعرضت لها وجات منها الاصابه. بعد كده بشوف الساينز وبشوف السيمتومز، بكشف عليك من السيمتومز، بسمع منك انت جاي بتشتكي من ايه، جاي بتشتكي من بين في منطقه معينه، جاي بتشتكي من فيفر درجه حراره عاليه. بعد كده بشوف الساينز، بكشف عليك واشوف مثلا انت عندك تندرنس، وجع في حته معينه، عندك بين في حته معينه، عندك اللارجمنت في اورجان معين. ده الفرق بين السيمتومز والساين. يبقى الفرق بين السيمتومز والساين، السيمتومز ان انت بتيجي تشتكي لي انا ما بلمسكش، الساينز انا بكشف عليك واطلع منك الاعراض اللي عندك. تمام. بعد كده ببقى ما عرفتش الشخص، ببعتك للمعمل اعمل كونفيرماتوري دايجنوزس، ببعتك للمعمل. المعمل عندي عنده تيست، يا اما دايركت تيست يا اما ان دايركت تيست. الدايركت تيست بكشف على حاجه من ريحه البارازايت زي
لو في لارفا، لو في ايج، لو مثلا انتجين، لو في مثلا بي سي ار بكشف على الجين. الاندايركت اللي هو السيرولوجي جايه من كلمه سيرم، بكشف على الانتي بوديز في البلد بتاعك. بعد كده ممكن اعمل راديولوجيكال اذر زي الراديولوجيكال اكس راي، سي تي، ام ار اي، ممكن اعمل اندوسكوبي، ممكن اخد بايوبسي. ده سكيم المنهج. التريتمنت، التريماتود كلها بعالجها بدواء اسمه برازي كوانتيل. برازي كوانتيل هو الدراج اوف تشويس لكل التريماتود كلها ما عدا الفشيوله، بعالجها بدواء اسمه تراي كلابندازول. تراي كلابندازول، تراي كلاب، ثلاث كلاب، بعالجها بدواء اسمه ثلاث كلاب تراي كلابندازول. ده الدراج اوف تشويس، تمام؟ وده مهم جدا، وبيجي دايما السؤال ده دراج اوف تشويس اوف فشيوله تراي كلابندازول، تمام؟ انما بقيه الشابتر كله بعالجه عادي بالبرازي كوانتيل. بزود بس على البرازي كوانتيل في الشيستوزوما دواء اسمه ارتيميسينين، وده انتي مالاريال دراج، هنعرفه في الترم الثاني في البروتوزوا، بس اعرفوه ان هو بيبقى فعال مع البرازي كوانتيل في الايه، في الشيستوزوما. والكنترول قلنا سكيم عام برضو للكنترول موجود في الورق القديم، ان انا بعمل جنرال هيلث اديوكيشن، بعمل توعيه عامه للناس، بعمل سانيتري ديسبوزال للفيسز بتاعتي او الفضلات بتاعتي، بتخلص بيها بطريقه سليمه، بعالج، بعمل ماس تريتمنت للانترميديت هوست والديفينيتيف هوست، كمان بشوف الطريقه العدوى واعمل لها افويدنس، بعمل لها بتجنب طريقه العدوى اللي موجوده في اللايف سايكل دي. طيب قبل ما نبدا في الفاشيوله جايجانتيكا، عايزك الاول تكون حفظت السكيما كويس عشان تبقى عارف هنمشي في المنهج ازاي، وتقول انت الدرس وانت بتذاكر وانت بتسمع التسجيل، تبقى تقول انت مع نفسك من السكيما. طيب دلوقتي هنبدا في اول حاجه اللي هي الفاشيوله. الفاشيوله احنا قلنا الليفر فلوك، فلوك عشان ليف لايك، بتبقى شبه ورقه الشجره وبتبقى موجوده في البيلياري سيستم في الليفر، تمام؟ طيب عندي تو سبيشيز من الفشيوله، فشيوله جايجانتيكا وفشيوله هيباتيكا. فشيوله جايجانتيكا اللي هي دي، وفشيوله هيباتيكا. فشيوله جايجانتيكا بيبقى شكلها اوبلونج شويه، شكلها مستطيل. فشيوله هيباتيكا تراينجولر شويه، بيبقى شكلها شبه المثلث شويه، وهنعرف الفرق ما بينهم في الاخر من المورفولوجي، تمام؟ طيب هما الاثنين بيبقوا شبه الليف لايك، شبه ورقه الشجر، تمام؟ الهابيتات عندي هنا بيبقى موجود في البيلياري سيستم، في البيلياري سيستم، البيلياري دكت اللي موجوده في الليفر دي، بيبقى موجود في الانسان. يبقى الانسان هنا موقعه ايه؟ الانسان هنا موقعه العائل الرئيسي، العائل الاساسي اللي موجود فيه ايه؟ اللي موجود فيه الادلت. يبقى الانسان هنا ديفينيتيف هوست. بعد كده يحصل لي فيرتلايزيشن الايج، وبعدين يحصل لي فيرتلايزيشن للادلت، وتنزل الايج في الاستول عادي. طيب الايج من السكيما بتاعتنا عادي، السايز هيبقى كام؟ 140 في 70 قلنا. الشيب من السكيما اوفال، اوبركيوليتد من السكيم، هتبقى سن شيلد، والكولر يلوش براون، والكونتنت ماتيور اوفام. لو حفظت السكيم مش هتحتاج ان انا اقول لك الجدول ده دلوقتي. بعد كده الايج دي هتديني ميراسيديوم. الميراسيديوم بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن الامبريو صغير كده لارفا، تمام؟ بيبقى فيه ايه؟ بيبقى حوالين جسمه سيليا، بيبقى سيليتد، تمام؟ بيبقى جواه جلاند بنتريشن جلاند واي سبوتس. ليه بيبقى عنده اي سبوتس؟ عشان المرحله اللي بعد كده. كل ميراسيديوم بيبقى له سبيسيفيك انترميديت هوست. هنا في السايكل قلنا هيبقى سنيل اللي هو القوقع، بيبقى له سبيسيفيك سنيل عن طريق الاي سبوتس اللي هي بتبقى سنسوري اورجانز، ده بيروح للانترميديت هوست اللي هو السنيل. طيب لو فشوله جايجانتيكا، الانترميديت هوست بتاعها هيبقى السنيل، اسمه لاميني كايودي. لاميني كايودي الدبل ال هنا سايلنت، لاميني كايودي. لو فشوله هيباتيكا هيبقى لاميني ترانكاتولا، الانترميديت هوست لاميني ترانكاتولا. جوه الانترميديت هوست هيعمل حاجه اسمها سبورو سيست. سيست كده مليان اكياس، الكياس دي اللي هي بتبقى الجيرم سيل. كل سبورو سيست يطلع حاجه اسمها ريديا. الريديا ديت ريديا ستيج دي بتبقى، كل سبورو سيست بيطلع الاف من الريديا ستيج دي، الاف من مؤلفه من الريديا ستيج. طيب الريديا ستيج دي تبقى اماتيور، بعد كده الريديا ستيج بتنمو تطلع حاجه اسمها ليبتو سيركاس سيركاريا. ليبتو يعني سيمبل، سيركاس سيركاريا اللي هي السيركاريا. السيركاريا ديلها بسيط خالص، بيبقى ديلها سيمبل خالص ما فيهوش اي لعب، فعشان كده بيسموها ليبتو سيركاس سيركاريا. السيركاريا دي بتبقى محتوى على ايه؟ هيد وتيل.
الهيد بيبقى فيه جلاند اسمه سيستوجينس جلاند، سيستوجينس من اسمه، يعمل سيست بعد كده يعمل لي انسيستد ميتا سيركاريا. فالانسيستد ميتا سيركاريا بتتكون فين؟ بتتكون في الووتر من الليبتو سيركس سيركاريا بفعل ايه؟ بفعل السيستوجينس جلاند. الانفكت الانسيستد ميتا سيركاريا هنا في اللايف سايكل دورها ايه؟ انفكتيف ستيج، الطور المعجي. الانسان هياكل فيجيتابلز مثلا كونتامينيتد ويز انسيستد ميتا سيركاريا، لازم يبقى كونتامينيتد ويز انسيستد ميتا سيركاريا. طيب انا اكلت دلوقتي الانفكتيف ستيج، ايه اللي هيحصل في جسمي؟ دوره الحياه بتاعها في جسمي ايه؟ قبل على الانسيستد ميتا ستيج تنزل الانتستين عندي، تخترق جدار الانتستين، بعد كده تروح على البروتينيوم، من البروتينيوم تروح على الهابيتات بتاعها اللي هو موجود في الليفر، من الليفر تخترق الليفر كبسول، وبعدين تدمر الهيباتو سايتس لغايه ما تروح البيلياري سيست. راحت البيلياري سيستم اللي هو الهابيتات بتاعها، يبدا يحصل ماتوريشن، يحصل ماتوريشن، تبدا تنضج ويتكون الميل والفيميل اللي هم بيبقوا موجودين هنا في بارازاي في سيجمنت واحده، عشان كده بنقول عليها هيرمافروديت او خنثى. دي اللايف سايكل ببساطه. طيب احنا قلنا في اي مرض هنتكلم في الاول عن ايه؟ هنتكلم على الديزيز. قلنا هنا هنزود ايه؟ اس اي اس لانها بتبقاش موجوده في التشو، فنحط اس اس يبقى الديزيز فاشيوليزيس. بعد كده هنتكلم على الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، قلنا الفاشيولا والهيباتيكا الاثنين موجودين في مصر عادي، موجودين في افريقيا الاثنين، الهيباتيكا بالاي هي الوحيده اللي موجوده في يوروب، الجيجانتيكا مش موجوده في يوروب، يبقى الاثنين موجودين في مصر وافريقيا، هيباتيكا بالاي موجوده في يوروب انما جيجانتيكا مش موجود. طيب بعد كده هتكلم على المورفولوجي، قلنا بتبقى ليف لايك، وقلنا بيبقى فيها بتبقى ليف لايك، قلنا الجيجانتيكا بتبقى بلونج، الهيباتيكا بتبقى تريانجولار شويه، تمام، بيحتوي على سكرز، بيبقى فيه قدام اورال اوبننج، وبيبقى فيه ورا في جسمها فينترال اوبننج، تمام. طيب في الفينترال اوبننج والاورال اوبننج في الهيباتيكا بيبقوا ايكوالز لبعض، السايز بتاعهم ايكوال، في الجيجانتيكا لا، الفينترال اوبننج بيبقى اصغر شويه من الايه؟ من الاورال اوبننج، تمام. الاثنين بيبقى عندهم جينيتال بور، والبتستس هنا بتبقى برانشز يطلع منها الفاز ديفرنس، وعندي هنا لوب اوفري برضو بيبقى برانشد اوفري بيطلع منه اليوترس، تمام. الفيتيلاين جلاند اللي هي مسؤوله عن تغذيه الايج وبتطلع الشيل بتاع الايج بتبقى موجوده في اللاترال سايد بتاع الايه؟ بتاع المورفولوجي بتاع الايج قلناه من السكيما عادي. بعد كده هنقول اللايف سايكل، قلنا الهابيتات بتبقى موجوده في البيلياري باسج، ديفينيتيف هوست المان، ريزرفوار هوست هنا بيبقى الهربيفرس انيمالز، هربيفرس انيمال هيرب يعني اعشاب، هربيفرس الكائنات اكلات الحيوانات اكلات العشب زي الكاتل. الانترميديت هوست في الفاشوله جايجانتيكا قلنا هيبقى اللاميني كيودي دبل ال سايلنت. دايجنوستيك ستيج اماتيور ايج، انفكتيف ستيج قلنا انسيستد ميتا سيركاريا في كل الترماتود ما عدا الشيسوزوما بيبقى الفوركو سيركوس سيركاريا. المود اوف انفكشن فيهم كلهم انجيشن اوف انسيستد ميتا سيركاريا ويز كونتامينيتد فيجيتابلز. كونتامينيتد بايه؟ كونتامينيتد بالانفكتيف ستيج. طيب بعد كده هدخل على الباثولوجي بتاع الايه؟ الفاشيوله. الباثولوجي انا هتكلم على كذا مرحله. اول حاجه الاكيوت ستيج او ميجوراتوري ستيج، مرحله الهجره بتاع الفاشوله. اول حاجه اما اجي اتكلم عنها اسال نفسي كده، فيه بين ولا مفيش بين؟ دي السكيما بتاعها، الاف بتاعت فيه دي بتاع الفيفر، الاي زينوفيليا وبتبقى هنا ماركد زينوفيليا 80%، الاتش بيعمل لي هباتو ميجالي، هباتو ميجالي يعني اللارجمنت في الليفر، الليفر بيكبر، تمام. بعد كده بيبقى عندي بين وتندرنس، فين البين؟ بيبقى في رايت هايبوكوندريم، المكان اللي فيه الليفر رايت هايبوكوندريم. يبقى بسأل نفسي لما اجي اتكلم فيه بين ولا مفيش بين، الاف فيفر، الاي ازينوفيليا ماركت ازينوفيليا توصل ل 80%. حد يعرف الازينوفيليا مستواها الطبيعي في الجسم كام؟ مستواها الطبيعي في الجسم من 2 لـ 4%، من 2% لـ 4%، هنا بتوصل لحد كام؟ لحد 80%، عشان كده بيبقى ماركد ازينوفيليا، بيبقى فيه هباتوسبلينوميجالي، بيبقى فيه بين وتندرنس في الرايت هايبوكوندريام اريا.
بعد كده الكرونيك ستيج بتبقى اسمها اوبستراكشن اوبستراكتيف ستيج. اوبستراكتيف ليه؟ اللي ممكن يعمل لي اوبستراكشن 3 حاجات، يا اما الدوده بجسمها، دوده عباره عن طولها طول الصابع يا جماعه، ثلاثة طول الصابع 7 سم ولا حاجه، دي اللي هي جايجانتيكا، تمام؟ ممكن بجسمها تعمل لي اوبستراكشن، ممكن بالهايبر بليزيا اللي بتعملها في الدكت بتاع البليري، بتعمل اريتيشن في البليري دكت فتعمل لي هايبر بليزيا، الهايبر بليزيا اللي تعملها ممكن تعمل لي اوبستراكشن، الفايبروزز اللي بيحصل نتيجه الاريتيشن ونتيجه الكورونيستي نتيجه انها كرونيك ممكن تعمل لي اوبستراكشن، تمام؟ لما اجي اتكلم على الاوبستراكتيف ستيج عندي 3 حروف، حاج الحاج اتش اي جي، الاتش بيحصل لي هايبر بليزيا في البايل دكت، الاي بيحصل لي انيميا نتيجه التوكسنز اللي بيفرزها البارازايت، الجي اللي هو الجوندس، وطبعا احنا عارفين الجوندس اللي هي الصفرة. بشخص ازاي الصفرة؟ اول ما بشوف العيان بشوف عينه السكليرة بلاقيها لونها اصفر، السكن ممكن لو واحد عنده انيميا شويه يبقى ايه يبقى لونه اصفر، فهو بس بشخص لازم من ايه الجوندس من السكليرة، تمام. الكومبليكيشن برضو مسكمها لكم، ايه بي C D E A B C D E. ال A abscess، ال B bleeding يحصل bleeding من البيليري سيستم نتيجة الإريتيشن، ال C يحصل لي cholecystitis inflammation في الجول بلادر، ال B ال C قلنا cholecystitis، الدي يحصل لي دامج في الليفر سيل عشان بتنخرم فيه قبل ما توصل للبيليري سيستم، ويحصل لي سيروزس. سيروزس سيروزس يعني تليف، وفي فرق كبير بين سيروزس وفايبروزس في الليفر. فايبروزس النورمال اركتكتشر بتاع الليفر بيبقى سليم، تكوين الليفر السيلز بتاع الخلايا بتاعته بتبقى سليمه المورفولوجي بتاعه، انما في السيروزس ده بيتدمر المورفولوجي، ما بعرفش اميزه تحت الميكروسكوب، ما بشوفش الليبيولز بتاع الليفر تحت الميكروسكوب، ده الفرق بين السيروزس والفايبروزس، تمام. بعد كده الدي الدمج، بعد كده الاي بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي اكتوبيك فوكاي. يعني ايه اكتوبيك؟ يعني اللارفا بتبقى اللارفا بتبقى موجوده في مكان غير مكانها في الجسم عندي، اللي هي الانسيستد ميتا سيركاريا. ممكن احنا قلنا ان هي الهابيتات بتاعها بيبقى في الليفر، تمام. لو راحت في اي مكان تاني تعمل اكتوبيك، خدته في السيركيولاتري ديستربنس في الباثولوجي، الايه الامبوليزم ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى اجا او ممكن يبقى لارف. لو راحت في اي مكان تاني غير الهابيتات بتاعها تعمل لي امبوليزم وتروح بقيه التشو، دي السكيما بتاعها. طيب في فرق حاجه، ده اللي فات ده كله اسمه ترو فاشيوليزس، ترو فاشيوليزس. في حاجه تانية اسمها فولس فاشيوليزس. يعني ايه فولس؟ يعني بلاقي الاج عندي في الاسطول مع ان انا مش مصاب بالفاشيوله. ده امتى؟ ده لما باكل كوك ديليفر مصاب بالفاشيوله. مش احنا قلنا الشيب او الكاتل اللي هي الهربيفروس انيمال ممكن تبقى مصابه زيها زي الانسان؟ لو انا كلت الليفر بتاعها ممكن الايج تنزل عندي في الاستول من غير ما انا اكون ايه مصاب بالقطط، تمام. طيب في حاجه تانية عندي اسمها الهاليزون سيندروم. يعني ايه هاليزون سيندروم؟ يعني انا كلت الادلت في رو ليفر، ليفر ناي كلت الادلت فيه. طب ايه المشكله؟ الادلت ده يدخل عندي يتحشر في اللارنس يعمل لي سافوكيشن ديزنيا، ممكن يعمل لي يؤدي الى ديس، يعمل لي سافوكيشن اختناق. طيب الموضوع ده بعالجه ازاي؟ بدي غرغره جرجل كونسنتريتد الكحول جرجل اللي هي بتعمل لي باراليسز للورم، فتقوم ميته ونازله عادي في وساعتها تموت وتطلع عادي، تمام. طيب بعد كده ممكن اعمل سيرجيكال ريموفال، سيرجيكال ريموفال للأضلط دي، تمام. في بارازايت تاني اسمه لينجواتا سيريتا، النمف بتاعه، النمف اللي هو الحوريه اللي هي اماتيور أضلط، ممكن تعمل لي برضو ايه؟ تعمل لي نفس الاعراض، تمام. طيب الدياجنوزس، سكيمه الدياجنوزس عادي جدا. الاول اشوفه كلينيكال، اخد منه الهيستوري واشوف السيمتومز بتاعه والدياجنوزس. اهم حاجه بلاقي 3 كلمات، لو لقيتهم يبقى انا لازم بشخصه ان هو فشيوله، فيفر هيباتوميجلي ايزينوفيليا اللي هي فيه اللي احنا قلنا عليها اف اي اتش، فيفر ايزينوفيليا وبتبقى ماركت ايزينوفيليا ممكن توصل ل 80% اتش هيباتوميجلي. بعد كده دايركت واندايركت في اللابوراتوري. الدايركت ان انا بشوف الايج في الاستول ولازم ارسمها، لو جت في الامتحان ارسم الايج، تمام، واشخص بيها، او ممكن اعمل اسبيريشن للايج ده من الليفر من البيليري سيستم واكشفها. طيب افرق
ان الانسان ده عنده فولس فاشيليزيس ولا ترو فاشيليزيس ازاي، الانسان ده مصاب ولا مش مصاب ازاي، كده كده بلاقي الاج في الاسطول، طب افرق ازاي؟ يقول لك قول له يقعد 3 ايام ما ياكلش الايه 3 كونسيكيوتيف داي، ما ياكلش الايه، ما ياكلش ليفر، ما ياكلش رو ليفر. طيب الكلام ده علميا صح، بس هل هو منطقي ان انا اخليه يقعد 3 ايام ما ياكلش وهو جاي بيشتكي وعنده اعراض؟ لا طبعا، فبلجأ للاندايركت، الاندايركت ايه، الاندايركت ميثود في التشخيص. زي ايه؟ زي ان انا بشوف سيرولوجي، بكشف على الانتي بوديز، بتست زي الاليزا او الاي فا او الاي هات، تمام، ولو البوزيتيف تمام ممكن يبقى ايه يتشخص. تمام، في حاجة تانية اسمها كوبرو انتجين. كوبرو انتجين بشوف الانتجين في الاستول، كوبرو باللاتيني يعني استول، وانتجين بكشف على الانتجين ده موجود في الاستول ولا لا، الانتجين بروتين بتاع البرازايت او بتاع الاج ده موجود في الاستول ولا لا. واذرز بقى احنا قلنا بشوف البلاد اكزامينيشن، الاقي زينوفيليا ماركت زينوفيليا 80% ده المميز، والباقي بقى من السكيم عادي اكس راي او سي تي او ليفر ايه بايوبسي. الدراج اوف تشويس هنا قلنا تراي كلابندازول، 3 كلاب تراي كالبندازول يدخلوا يقضوا على الفشيولة، 3 كلاب يدخلوا يقضوا على الفشيولة، وممكن استخدم البايثينول كمان معايا، بس خلي بالكم البايثينول ده هباته توكسيك. بيبقى الدراج اوف تشويس في الفشيليزيس ايه؟ تراي كلابندازول. البريفنشن والكنترول ما فيهوش حاجه مميز من السكيم عادي جدا. الفرق بين التوش سبيشيزس، الفشيوله جايجانتك ولا الفشيوله هيباتيكا، قلنا الديستريبيوشن الانهين فيها ايه بتبقى موجوده في اليوروب، والاثنين بيبقوا موجودين في ايجيبت وفي افريقيا. تمام، الجايجانتك من اسمها جاينت، جاينت ضخمه، فبتبقى اكبر من الهيباتيكا، دي 6 سم دي تقريبا نصها 3 سم. الشيب دي اوبلونج دي تريانجولار. السكرز ديت الاورال بيبقى اصغر من الفنترال سكر في الفشوله جايجانتيكا، انما في الهيباتيكا بيبقوا ايكوال، بيبقوا زي بعض. هنا في السيكم بيبقى فيه تي او واي برانشز، اهو عندنا بيبقى فيه برانشز تي او واي برانشز في الميديال سايد، انما هناك مبقاش فيه تي ولا واي برانشز في الهيباتيكا. تمام تمام، السنيل هنا قلنا اللاميني كيودي في الفشوله هيباتيكا، لاميني ترانكاتولا. بعد كده هتكلم على الهتروفس. هتروفس قلنا الهتروفس، هتروفس بتبقى موجوده في السمول انتستين، انتستينال فلوك. تمام، طيب بتكلم عن ايه؟ بتكلم الاول على الديزيز عادي، هتروفيزيزس، نزود ايه اس اي اس. بتكلم على الديستريبيوشن، الديستريبيوشن بتاعها بتبقى موجوده في مصر ايجيبت، وبتبقى موجوده خصوصا في الليكس، البحيرات بتاع النايل دلتا. تمام، فين في البحيرات بالظبط؟ في البراكش ووتر ليكس. البراكش ووتر ليكس يعني ايه؟ البراكش ووتر ليكس يعني سيمي سولتد، في البحيرات اللي بتبقى الملح بتاعها مش عالي قوي، سيمي سولتد. تمام، في البحيرات. طيب السيمي سولتد ده بلاقيه فين؟ يا اما في البحيرات يا اما في اماكن التقاء الانهار بالبحار، دي اسمها سيمي سولتد اريا. تمام، طيب كده احنا اتكلمنا على الديزيز والجيوغرافيكال ديستريبيوشن. ندخل على المورفولوجي، نتكلم في الاول على القضاء. تمام، الادلت بتبقى عادي جدا، شكل الليف لايك كده. تمام، بير شيبت شبه الكمثرى، ليف لايك او بير شيبت. تمام، حجمها مش مشكله قوي، من 2.5 من 2.5 ل 75% ملي متر. تمام تمام، بيبقى البادي من بره عليه سيليا. تمام، بيبقى عندها 3 سكر، اورال سكر وفنترال سكر وجينيتال سكر. تمام، بيبقى عندها اوفري وتو تيستس، بيبقى عندها فيتلاين جلاند على الايه؟ على اللاترال سيرفيس بر، اي فيتلاين جلاند. بعد كده الاج، الاج من السكيم عادي، الحجم اصغر اج في المنهج 30 في 15. الشيب اوفال اوبركيوليتد عادي من السكيم، بس عندها بيبقى عندها نوب في الاخر، عقده كده بتطلع من جسمها في الاخر، ودي كاركترستيك ليها. في العملي بيشبهوها بحبات السمسم لانها حجمها صغير جدا، وبتيجي بتبقى موجودة كتير عندكم في الشريحة. في العملي بتلاقي حبوب صغيرة كتير كده جنب بعض، فبيشبهوها بحبات السمسم في العملي. تمام، الكولر بتاعها من السكيم يلوش براون، الكونتنت ماتيور ميراسيديوم من السكيم، ادي الميراسيديوم جواه اهو بيبقى ماتيور. تمام، بعد كده تنزل الاج في الووتر،
تروح للسنيل بتاعها عن طريق الاي سبوتس اللي موجوده في المراسيديا. السنيل هنا بيسموه بايرينيلا كونيكا سنيل، بايرينيلا كونيكا سنيل، وده الانترميديات هوست هنا عندي بايرينيلا كونيكا سنيل. تمام. طيب جوه البايرينيلا كونيكا سنيل بيبقى عندي سبوروسيست، كيس مليان جيرم سيلز، بعد كده يطلع لي الريديا. شايفين الريديا هنا تختلف، الاف الريديا بيطلع لي الاف الريديا، بتختلف الريديا هنا عن الريديا اللي فاتت في ايه، في حاجه حواليها اهو ممبرين كده. تمام. بعد كده بتتحول الريديا دي في الووتر لحاجه لسيركاريا. السيركاريا دي بتختلف ايه عن المره اللي فاتت، عن الليبتو سيركا السيركاريا اللي هي بتاع الفاشوله، بتختلف ان حواليها ممبرين اهو، في حواليها ممبرين، وعشان حواليها ممبرين بيسموها لوفو سيركاس سيركاريا. لوفو باللاتيني يعني ممبرين. تمام. ممبرين ستيل، هاف ممبرين ستيل، وبقى عندها اي سبوتس وبنتريشن جلاند. بنتريشن جلاند تعمل بنتريشن لايه؟ للبولتي والبوري. طيب دلوقتي لسمك البولتي وسمك البوري، دلوقتي انا في اللايف سايكلز اللي فاتت كان عندي سنيلز انترميديات هوست، هنا بيحصل ماتوريشن لللارفا في السنيل، وبيحصل ماتوريشن لللارفا برضو في السمك البولتي وسمك البوري. يبقى انا كده عندي تو انترميديات هوست، مش انترميديات هوست واحد. فيرست انترميديات هوست اللي هو البايرينيلا كونيكا سنيل، السكند انترميديات هوست عندي اللي هو البوري والبولتي فيش. يجي الانسان ياكل سمك البوري والبولتي كونتامينيتد باي انسيستد ميتا سيركاريا. احنا عارفين ان في سيستوجينوس جلاند بتبقى موجوده في اللوفو سيركاس سيركاريا، فبتتحول لانسيستد ميتا سيركاريا. انسيستد ميتا سيركاريا الانسان ياكلها عن طريق السيركيوليشن، عن طريق ياكلها تروح للسمول انتستين، تروح للسمول انتستين وتبدا تعمل لي الاعراض، وبعد كده تتحول لادلت واللايف سايكل تكمل. يا جماعه واحنا كده اتكلمنا عن المورفولوجي، واتكلمنا عن اللايف سايكل، اتكلمنا عن الديزيز، اتكلمنا عن الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. تمام. تمام. الريزرفوار هوست هنا هيبقى ايه؟ بالعقل كده الانسان بياكل الفيش، فبرضو الانيمال اللي هياكل الفيش هيبقى ريزرفوار هوست، الكائن الاحتياطي اللي بيحافظ على النوع. مين فيش ايتنج انيمالز؟ زي الدوجز والكات والبيرتس. تمام. فيش ايتنج انيمال ده الريزرفوار هوست. تمام. قلنا الهابيتات في اللايف اللي اسمه الانتستين، الديفينيتيف هوست، الريزرفوار هوست، الانترميديات هوست، قلنا بيبقى عندها تو انترميديات هوست، وده ممكن سؤال بيجي ايه البارازايتس اللي عندها تو انترميديات هوست. تمام. لايف سايكل بالمناسبه بتاع الهيتروفس، هيتروفس اشهر لايف سايكل بتيجي ارسمها اخر السنه، اشهر لايف سايكل رسم هي الهيتروفس هيتروفس. بعد كده بتكلم على الدياجنوستيك ستيج، وقلنا كلهم الدياجنوستيك ستيج بتاع الايج، ولازم لو سال عليها ترسمها بالبيانات بتاعها. انفكتيف ستيج انسيستد ميتا سيركاريا، المود اوف انفكشن قلنا كلهم بيبقى انجيشن، هنا انجيشن اوف ايه؟ اوف رو اندر كوكد. اندر كوكد يعني مثلا مش مستويه كويس. عندنا في السمك احنا بناكله نوعين، يا اما جريلد يا اما فرايد. جريلد يعني مشوي، ده بيبقى اندر كوكد، انما الفرايد مقلي، الزيت ده بيموت اللارفا اللي جوه الايه؟ اللي جوه الفيش. او اندر سولت، لو واحد مثلا عامل فسيخ مثلا مملحه، بيقول لك ما تقعدوش اقل من 15 يوم في الملح، ما تقعدوش اقل من 15 يوم في الملح عشان يبقى سولتد واللارفا اللي فيه تنتهي وتموت. تمام. يبقى الانجيشن اوف رو اندر كوكت اندر سولتد فيش. تمام. بعد كده بتكلم على الباثولوجي. باثولوجي احنا قلنا كلينيكال اسبيكت اي حاجه، يبقى لو لايت انفكشن تبقى اسيمتوماتيك، لو هيفي انفكشن هتعمل الحاجات اللي بيعملها اي بارازايت موجود في السمول انتستين، يعمل كوليك دايريا، وبين كوليك بين اهو ابدومينال ديسكومفورت، تعمل نوزيا، تعمل فومت. طيب ايه الحاجه المميزه هنا في الديزيز؟ عندي بتطلع نيورو توكسينز، بتطلع نيورو توكسينز، لو مش مكتوب عندكم اكتبوها. النيورو توكسينز دي تعمل ايه؟ النيورو توكسينز اسف يا جماعه هي بتعمل الايج، ممكن تعمل امبولاي، مش نيوروتوكسينز خالص. النيوروتوكسينز دي تبقى موجوده في الدايفيلو بوسريام ليتا، وفي في الدايفيلو بوسريام ليتا، وبتبقى موجوده في الهيمولوبس نانا والهيمولوبس ديمينيوت. هي بتطلع امبولاي، امبوليك فوكاي، تروح الامبولاي دي ممكن تروح الهارت،
تعمل لي مايوكاردايتس، التهاب في الاغشيه اللي بتحوط الهارت، عضلات الهارت، وممكن تروح البرين تعمل لي هيموريدج. يبقى الحاجه المميزه هنا ايه؟ امبوليزم. كلمه امبوليزم هنا مميزه جدا. يبقى الديزيز ده المميز فيه ايه؟ الامبوليزم. الدياجنوزز عادي جدا من اشخصه من الهيستوري، ما فيهوش اي حاجه عن السكيما اللي احنا قلناها مميزه. التريتمنت الدراج اوف تشويس قلنا بتاعهم كلهم البرازي كوانتال، تمام. البريفنشن والكنترول سكيما عادي جدا، بس عايزكم تعرفوا ان انت تاكل فرايد فيش، بلاش الجريلد فيش اللي هي النقطه دي، وبروبر سولتنج ان انت تملحه كويس لمدة اسبوعين، ما يقلش عن اسبوعين. بعد كده هتكلم على البرجينيمنس والسترماني. البرجينيمنس والسترماني قلنا اللونج فلوك الهابيتات بتاعها بيبقى موجود في اللونج. هتكلم في الاول على الديزيز، قلنا هنزود ايه؟ اس اي اس تبقى برجينيميزيس. هتكلم على الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، ودي قلنا من البارازايتس اللي في الترماتود مش موجودة في مصر، فبتبقى موجودة في الفار ايست، تبقى موجودة في الفار ايست زي ايه؟ زي اليابان وتايلاند وايه والهند، انديا، تمام؟ تمام. طيب هاجي بقى اتكلم بعد كده على المورفولوجي. المورفولوجي بتبقى الأضل شبه الليف لايك، برضو شبه ورقة الشجر، بيبقى عندها اورال سكر، بيبقى عندها فينترال سكر، بيبقى عندها اليوترس بتاعها بيبقى كويلد لافف على بعضه كده، بيبقى عندها تو برانشز تيستس، بيبقى عندها الاوفري، تمام. بيبقى عندها السيكا طبعا بتاعها الانتستينال، والفيترلاين جلاند بتبقى برانشز فيها، تمام. بعد كده يحصل فيرتلايزيشن، تنزل لي الايج عندي في ايه؟ تطلع في السبيوتم لانها موجوده في اللنج، او تنزل في الستول بطريقه معينه هنقولها كمان شويه، تمام. الايج عندي من السكيم عادي، السايز بتاعها قلنا انها ميديوم سايزد، تمام. ميديوم سايزد في 50 وضعف ال 50 100 في 50 مايكرو متر، تمام. الشيب بتاعها قلنا كلهم اوفال، كلهم ابركيوليتد. الشيب السيك شيل، يبقى الشيل بتاعها الغطا بتاعها سيك شيل. الكولر من السكيما عادي يلوش براون، او هنا في حاجه بتميزها بقى ازود هنا جولدن براون، جولدن براون، تمام. الكونتنت بتاعها من السكيما بتبقى بتحتوي على اماتيور امبريو، اماتيور امبريو جيرم سيلز بس كده، تمام. بعد كده تنزل الووتر، يحصل لها ماتوريشن، يطلع المراسيديوم منها، بيبقى عنده اي سبوتس زي ما احنا قلنا، يروح للسنين السبيسيفيك بتاعته اللي هي اسمها هنا ايه؟ سيمي سالكو سبايرا لبريتنا. تاني سيمي سالكو سبايرا لبريتنا. تالت سيمي سالكو سبايرا لبريتنا، تمام. تمام. بعد جواه يحصل سبوروسيست وريديا ستيج زي الفشوله بالظبط، مفيش حاجه مميزه. يحصل يطلع من الريديا ستيج المراسيديوم السيركاريا بتاعته. طيب السيركاريا هنا بتتميز بايه؟ بتتميز ان التيل بتاعها بيبقى صغير جدا، التيل بتاعها بيبقى صغير جدا، فعشان كده بيسموها مايكرو سيركاس سيركاريا، بيسموها مايكرو سيركاس سيركاريا. بيبقى عندها بادي، ويبقى عندها ستايلت حاجه عامله زي الدبوس كده فوق، ده الشكل بتاعها المميز، ودي اللي كان جاي لكم في نموذج اللي منزلينه للكويز. بعد كده يجي الكرابس او السكند انترميديت هوست هنا، اللي هو هيبقى الكرابس او الكراي فيش. كرابس يعني كابوريا، كراي فيش يعني استاكوزا، ياكلهم السكند، ياكلهم المايكرو سيركاس سيركاريا، ويعمل ماتوريشن في جسمهم، تمام. يعمل ماتوريشن لجسمهم، يبقى انسيستد ميتا سيركاريا، تبقى انسيستد ميتا سيركاريا في الكروبس. يجي الانسان ياكل كابوريا او ياكل استاكوزا كونتامينيتد ويز انسيستد ميتا سيركاريا، يتصاب، تنزل في تختار الجدار الانتستين، تروح على البروتونيه، من البروتونيه بتنخرم في الكبسول البلوره بتاع اللنج، وتروح في اللنج تعمل لي فايبروزز وكبسول في اللنج، تمام. دي اللايف سايكل ببساطه، دي اللايف سايكل. طيب يبقى انا عندي هنا الهابيتات قلنا في اللنج، في سيست لايت بوكيت، تمام. الديفينيتيف هوست بيبقى المان، ريزرفوار هوست الكارنيفورس انيمالز الحيوانات، تمام، زي الدوجز واللاين والولفز، تمام. الانترميديت هوست قلنا هنا بيبقى فيه تو انترميديت هوست، السنيل سيمي سالكو سبايرال بريتنا، والسكند انترميديت هوست زي الكرابس والكريفيش الكابوريا
والاستاكوز. الدياجنوستيك ستيج هنا بيبقى عندي في ايه؟ الايج ايجي اليمين دايما دياجنوستيك على الرسمه، على الرسمه دايما ايجي اليمين دياجنوستيك، ايجي الشمال انفكتيف ستيج. تمام. طيب ايجي اليمين هتبقى اماتيور ايج، ونقول مواصفاتها ممكن تبقى مقول في موجوده في السبيوتم او في الستول. انفكتيف ستيج هتبقى انسيستد ميتا سيركاريا، تبقى موجوده في الفيسرا او المسل بتاع الايه الانترميديت هوست اللي احنا هناكله، اللي هو مثلا هنا في الكرابس او الكريفش. المود اوف انفكشن انجيشن اوف اندر كوكت. تمام. الكلينيكال اسبيكت قلنا في الكلينيكال اسبيكت لو مايلد هتبقى سيمتوماتيك، لو مش سيفير هتبقى في جنرال وسبيسيفيك اللي هي السكيما العاديه. طيب اهم حاجه هنا تعرفوها ان هي لما بتدخل بتعمل سيست حواليها بوكت سيست، فبيبقى السيست ده محاط بالفايبرس، بيبقى محاط بفايبرس وول. تمام. ممكن يبقى يحصل سكندري انفكشن فيحصل سبريشن سبريتيف، يعني يبقى فيه بص، او ما يبقاش فيه بص تبقى نان سبريتيف. طيب بسكم الكلينيكال بيكتشر بتاعها بي اي اس جي سي، باس جي سي، باس جي سي. بي بالمونري تايب، وده اشهر تايب طبعا، لان هي اصلا الهابيتات بتاعها بتبقى في اللونج. تمام. فبيعمل انديميك هيموبتيسس، انديميك هيموبتيسس. تمام. انديميك يعني منتشر في منطقه معينه، بيبقى فيه فيفر، بيبقى فيه كف طبعا، والكف ده عشان هيموبتيسس يعني كافنج ويز بلاد، بيبقى فيه ريد كده او براونش كلر من البلاد او من لون الايج اللي ممكن تطلع. احنا قلنا لون الايج بيبقى جولدن براون. تاني اشهر تايب اللي هو الابدومينال تايب، بيبقى طبعا فيه ابدومينال بين تندرنس. تمام. وبلاد ستين دايري. ممكن يبقى سبكيوتينيوس، بيحصل كريبنج ايروبشن. كريبنج ايروبشن يعني بيبقى فيه ليجن موجود على السكن شبه التعابين كده. تمام. بيبقى اسمه سيربيجينوس. تمام. او جلاندولار تايب، بيبقى موجود في الليمف نود او سيربلر تايب، يعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن زي الباراليسيس او الباريسيس، ضعف العضلات، وممكن يعمل ايبيليبسي. تمام. طيب انا قلت هناك كان فيه بين اف اي اتش بي وسكمناها في الفشول، فيه بين هنا هسكمها ازاي؟ الاف فيفر عادي، الاي زينوفيليا عادي، الاتش هتبقى هيموبتيسس انديميك هيموبتيسس ويز بلاد، البي البين والتندرنس اللي هيبقى موجود. تمام. دي سكيما برضو تفكركم بالايه بالكاركترستيك بتاعها. يبقى اهم حاجه الاتش كانت في الفشوله هيباتوميجالي، هنا هيموبتيسس انديميك هيموبتيسس. البروجنوزز لو لايت انفكشن قلنا هيبقى سيمتوماتيك وجود بروجنوزز، هيفي انفكشن طبعا هيبقى في باد فيري باد بروجنوزز، وقال لك خصوصا لو سوبر امبوزد، لو موجود مع المرض ده تي بي او بايوجينيك انفكشن موجودين في اللنج، لو في فوكس للتي بي موجوده في اللنج خصوصا لو في مرحله الميلياري، الميلياري اللي هي تسمح لها ان تنتشر وتنقل العدوى، دي هتبقى فيري باد فيري باد بروجنوزز. الكلينيكال بيكتشر اشخص ازاي من الهيستوري، وبلاقي فيه هيموبتيسس في الانديميك اريا، مهمه جدا هنا كلمه هيموبتيسس في الانديميك اريا. اللابوراتوري عادي جدا، باخد العينه هنا منين؟ طالما في اللنج، لو السيست اللي موجوده في اللنج دي فتحت على البرونكاي، الفايبروس تيشو ده اتدوب وفتحت على البرونكاي، يبقى هيطلع لي في السبيوت. طيب دي مفهومه ان انا ممكن الاقي اخد عينه من السبيوت واشخص بيها. بيقول لك ممكن كمان تاخد ستول اكزامينيشن، ازاي الاج هنا عندي تنزل في الاستول؟ تنزل في الاستول لما تطلع في السبيوتم والانسان يبلع السبيوتم ده عن طريق الفيرنس، ساعتها تنزل الاج في الاستول وممكن اشخص فيه. وممكن اعمل اسبيريشن، ادخل في السيست دي من اللنج واعمل اسبيريشن للفلويدز اللي موجود واشخص بيه. تمام. بلاقي ايه في السبيوتم؟ بلاقي بلادي وبلاقي الاج، طبعا بيبقى فيه زينوفيليا بس بتبقى مايلد، مش زي طبعا الشيستوزوما بتبقى 80%. وممكن بلاقي كريستالز كده بيسموها شاركوت ليدن كريستالز. يبقى لو جالك اخر السنه وقال لك قول لي الباراسايتولوجيكال يوز بتاع الشاركوت ليدن كريستالز، تبقى تقول دايجنوزس، تستخدم في الدايجنوزس بتاع ايه؟ تبقى موجوده في السبيوتم، تستخدم في الدايجنوزس بتاع البرجمينس وسترمين.
طبعا ده الدايركت، ان انا بدور على الايج. الان دايركت طبعا سيرولوجي، بشوف السيرم، بشوف الاليزا، بشوف الاي هات، او اعمل انتراديرمال تيست. انتراديرمال تيست احقن الانتيجين ده تحت السكين واشوف لو انتي بودز جت وحصل احمرار يبقى انت بوزيتيف وعندك المرض، ما حصلش الكلام ده يبقى انت ايه نيجاتيف. اذر انفستيجيشن بعمل اكس راي، بشوف البلاد ده الاقي فيه ايزينوفيليا. اهم حاجه في الاكس راي هنا بيقول لك عشان بيعمل سيستس، بيعمل سيستس كتير في اللنج. لو دي لنج كده ممكن يبقى فيه سيستس كتير كده في اللنج، فبيسموها جريب بانش، بانش جريب، بيسموها بانش جريب، بانش اوف جريبس اللي هو عنقود العنق. مميز هنا يا جماعه حوار بانش اوف جريبس ده، تمام. تريتمنت من الاسكيم عادي البريزي كوانتال، والكنترول من الاسكيم عادي، ما في عنديش اي مشكله. نكمل الشيستوزوما يا شباب. الشيستوزوما اللي هي البلهارسيا، اكبر درس عندكم في الترماتود، وهو لذيذ جدا وانتوا خدتوه قبل كده في الثانوي، فانتوا اكيد هتعرفوا منه حاجات. طيب لو انتوا لاحظتوا في السكيما العامه بتاعه الترماتود، انا قلت كل ما اقول سكيما اقول اكسبت شيستوزوم، اكسبت شيستوزوم، اكسبت شيستوزوم، فعلا لان السبيشيز ده بيختلف عن بقيه الترماتودز في معظم حاجات. بيختلف عنهم في ايه؟ اول حاجه كلهم هيرمافرودايت، انما ده في سيبريت سكس ميل وفيميل. هناك كان الاورجنز بتاع الميل والفيميل، التستس والفاجينا موجودين في ايه؟ موجودين، التستس والاوفري بيبقوا موجودين في سيجمنتس واحده، في ادلت واحد، انما هنا بيبقى الميل لوحده والفيميل لوحده. بعد كده احنا قلنا كلهم بيبقوا فلات ما عدا الفيميل، هنا بتبقى سلندريكال. اللايف هم كمان قلنا كلهم بيبقوا عندهم لارنس، هنا ما بقاش فيه لارنس، دي مش معلومه مش مهمه قوي. الايج بتاعهم كلهم بتبقى اوبركيوليتد، هنا نون اوبركيوليتد. كلهم بيبقوا عندهم ريديا ستيج اللي هي بتحصل في الانترميديت هوست، هنا ما فيش ريديا ستيج خالص. السيركاريا فيهم كلهم قلنا انها بتبقى ايه، بتبقى عاديه، وبيبقى الانفكتيف ستيج هناك انسيستد ميتا سيركاريا، انما هنا بتبقى بايفوركيت التيل، التيل بتاعها بيبقى مشقوق، وعشان كده بيسموها فوركو سيركاس سيركاريا. يبقى دي الاختلافات اللي ما بينهم. قلنا انها بلاد فلوكس، بلاد فلوكس ليه؟ عشان بتعيش في البلاد، بتبقى موجوده في البلاد. طيب نبدا بالديزيز. الديزيز شيستوزوما، هنزود اي اس اي اس زي ما اتفقنا، فهتبقى شيستوزومييزيس لانها مش موجوده في التشو، دي موجوده في البلاد. بعد كده المورفولوجي، المورفولوجي قلنا هنا بيبقى الميل والفيميل سبيرتس، الفيميل بتبقى راوند، الميل بيبقى فليت. طيب في المورفولوجي هنعوز بس نركز على شويه حاجات كده بسيطه. قلنا هنا، هنا الميل اهو بيبقى عنده دي اللي هي التستس، بيبقى اكتر من 2، بتبقى من 8 ل 9 تستس، بيبقى عنده اورال سكر وفنترال سكر عادي، بيبقى عنده سيكا انتستاينال، تمام، بيبقى عنده شويه سباينز كده على جسمه من بره، وبيبقى عنده حاجه مهمه جدا اسمها جاينيكو فوريك كانال اللي هي الموجوده هنا دي. يعني ايه جاينيكو فوريك كانال؟ دي الكانال اللي موجوده في جسم الميل اللي بيشيل فيها الفيميل اثناء وهو رايح مكان الايه الهابيتات بتاعه في البلاد، بيشيل فيها الفيميل. احنا عارفين ان الفيميل بتاع الشيستوزوما بتدخل جوه الميل، بيحملها بداخله، تمام، لغايه ما يوصل للهابيتات. طيب الفيميل، الفيميل بتبقى ارفع اطول من الميل، وبيبقى الفيتيلاين جلاند فيها موجوده تحت الاوفري، ده الاوفري يا جماعه، بتبقى موجوده تحت الاوفري، بيبقى برضو فيها اورال سكر وفنترال سكر وانتستين عادي جدا، تمام. طيب ادي الميل بيحتوي على الفيميل اهي اللي طالعه دي منه في الكنال اللي هي اسمها جاينيكو فوريك كانال، تمام تمام ده الشيب بتاع الميل والفيميل، تمام. طيب الايج بقى الشيب بتاعها من السكيما، يلا قلنا اول حاجه السايز، السايز من اللارجست ايج 140 × 60. طيب الشيب، الشيب بتبقى اوفال عادي. طيب اوبركيوليتد ولا نون اوبركيوليتد؟ لا دي الوحيده اللي قلنا من السكيما نون اوبركيوليتد. طيب الشيل بتاعها عادي من السكيما سيك شيل. طيب الكونتنت بتاعها برضو من السكيما، بتحتوي على ميراسيديم ماتيور امبريو اهو ميراسيديم، تمام تمام. طيب الكالر، الكالر
كلهم كانوا يلوش براون ما عدا الشستزوما كانت ترانس يوسد. طيب الشستزوما بتتقسم لثلاثة سبيشيز تمام. طيب الايه شستزوما منصناي، شستزوما هيماتوبيام، شستزوما جانبونيكا. شستزوما منصناي الايج بتاعها بتحتوي على دبوس بيبقى اللاترال سباين، بيبقى موجود في اللاترال سايد وبيبقى دايركتد داون وورد. طيب الهيماتوبيام بيبقى تيرمينال سباين، مش لاترال بقى، بيبقى تيرمينال سباين بيطلع من الطرف بتاعها في الاخر. انما الجابونيكام بيبقى لاترال سباين، سمول لاترال سباين، وبيبقى في ما بينه وما بين البادي 90 درجه كده. تمام تمام. بعد كده الايج تنزل في الوتر، يحصل هاتشنج، يطلع الميروسيديام، بيبقى عنده اي سبوتس زي ما احنا قلنا وسيليا. تمام اي سبوتس والسيليا يتحرك يروح للانترميديت هوست. طيب الانترميديت هوست لو كان شستوزوما مانسوناي اسمه بايونفيليريا الكساندرينا، تاني بايونفيليريا الكساندرينا بايونفيليريا. لو كان شستوزوما هيماتوبيام يبقى اسمه بولينس ترانكيتس، بولينس ترانكيتس، بولينس ترانكيتس. لو كان شستوزوما جابونيكام اسمه اونكو ميلينيا، اونكو ميلينيا. تمام تمام. يبقى بايونفيليريا الكساندرينا شستوزوما مانسوناي، بولينس شستوزوما هيماتوبيام، اونكو ميلينيا اللي هو شستوزوما جابونيكا. بعد كده داخل السنيل يتحول الى يطلع الفوركو سيركاس سيركاريا. وقلنا وعرفنا سميناها ليه فوركو سيركاس سيركاريا، لان التيل بتاعها بيبقى بيفد تيل، وبيفد يعني مشقوق، عشان كده سموها فوركو سيركاس سيركاريا، فوركو سيركاس سيركاريا. طيب بتتكون من ايه؟ بتتكون من عادي جدا من بادي وتيل، التيل بتاعها بيبقى مشقوق. البادي بيحتوي على ايه؟ بنتريشن جلاند، ولا اهميه هنا، بيحتوي على سكرز، اورال سكرز اورال سكر وفنترال سكر، بيحتوي على سيليا من بره جسمه عشان يقدر يتحرك في الميه. تمام طيب احنا قلنا المود اوف انفكشن في كل في كل الترماتودز ايه؟ انجش، ما عدا دي، دي الوحيده عن طريق البنتريشن جلاند اللي موجوده في جسمها تقدر تعمل لي بنتريشن للسكن. انسان نزل الترعه توبم البنتريشن للسكن، بعد البنتريشن تدخل للانسان عن طريق السكن، تفقد التيل بتاعها وتتسمى شستو زوميليوم، شستو زوميليوم، شستو زوميليوم تيلس سيركاريا. يبقى شستو زوميليوم بعد ما تدخل جسم الانسان عباره عن ايه؟ تيلس سيركاريا، سيركاريا فقدت التيل بتاعها. تنزل تروح الفينز، ليه بتروح الفينز ما بتروحش الارتري؟ الارتري لسببين، الفينز سوبرفيشال في الجسم عن الارتري. تاني سبب، الفينز الجدار بتاعها ارفع من الارتري، السمك بتاعه رفيع فعشان كده تقدر تخترقه. تمام، تروح عن طريق السيركيوليشن الى الليفر، يحصل لها ماتوريشن في الليفر. تمام، وبعدين تروح الهابيتات بتاعها. هنا الادلت الوحيده اللي بيحصل لها ماتوريشن في مكان والهابيتات بتاعها بيبقى موجود في مكان تاني اللي هي الشستوزوما. بيحصل لها ماتوريشن في الليفر، بعد كده الميل ياخد الفيميل بتاعه ويروح على الهابيتات بتاعه. الهابيتات ايه بقى؟ الهابيتات احنا قلنا في البلد. طيب بتختلف من كل سبيشيز. لو في المانسوناي هيبقى الهابيتات سوبيريور انفيريور ميزنتريك فينوس بليكسس، انفيريور ميزنتريك فينوس بليكسس. لو شستوزوما هيماتوبيا بيبقى في الفيسيكل والبلفيك فينوس بليكسس. لو شستوزوما جابونيكام بتبقى في السوبيريور ميزنتريك فينوس بليكسس بتاع اللارج انتست. تمام، يبقى هنا احنا قلنا الشستوزوما مالسوناي الهابيتات بتاعها فين؟ انفيريور ميزنتريك فينوس بليكسس اللي موجود في اللارج انتست. يبقى انا ما قلتش الهابيتات بتاعها في اللارج انتست. تمام، خليكم فاكرين الهابيتات بتاعها مش في اللارج انتست، الهابيتات بتاعها انفيريور ميزنتريك فينوس بليكسس في البلد مش في اللارج انتست. تمام، الهوست بتاعها المان ريزرفوار هوست عادي المونكس
تمام. انترميديت هوستو قلنا السنيل اللي هو البيمفيليريا الكسندرينا. دايجنوستيك ستيج يجي اليمين على الرسم هتبقى الايج انفكتيف ستيج فيركو سيركس سيركاليا، وهي فيركو سيركس بتحتوي على بنتريشن جلاند، فبالتالي المود اوف انفكشن هتبقى السكن بنتريشن او الميوكوس بنتريشن. يعني ممكن تعمل سكن بنتريشن لو هو عايم في الميه، ولو شرب ميه ملوثه ممكن تعمل بنتريشن للبقه الكافيتي عنده او الفارنس عنده، بس قبل ما توصل للاستومك، عشان لو وصلت للاستومك مش هتقدر تعمل بنتريشن عشان الاتش سي ال اللي موجود في الاستومك هيموت. تمام. طيب هتكلم دلوقتي على الباثولوجي، بتاع الانتستينال شيستوزومياسيس. كلام عام كده على الباثولوجي. اول حاجه في مرحله بنتريشن السيركاريا فوركو سيركس سيركاريا هتخترق جسمي. طيب هي بتدخل لي عن طريق السكن، مش هتعمل لي شويه اريتيشن، تعمل لي شويه اتشنج درماتيتس. طيب بعد كده مش هتروح الفينوس سيركيوليشن، من الفينوس سيركيوليشن مش هتروح الاول على الهارت وبعدين الهارت يوجه لللونج. طيب اما تروح اللونج هتعمل لي ايه؟ ممكن تعمل شويه هيموريدج، ممكن تعمل لي انفلاميشن نيومونايتس، شويه يبقى في شويه ازينوفيليا. طيب بعد كده ما تروح اللونج ترجع للهارت وبعد كده تروح على الليفر عن طريق السيركيوليشن. طب من الليفر يحصل لي ايه؟ اللارج تندر ليفر. خلي بالكم انا قلت النهارده ان في سبلينوميجالي واللارج تندر ليفر مع الفاشيوله، دي تاني اللارج تندر ليفر اهو. تمام. بعد كده بعد الستيج بتاع البنتريشن والمايجريشن بيبقى في ستيج تانية في الماتوريشن. احنا قلنا الماتوريشن بتاع بتاع الشيستوزوما بيحصل فين؟ في الليفر. يبقى اكيد الاعراض هتبقى لها علاقه بالايه؟ بالليفر. يحصل ماتوريشن في الليفر وتحط الاكس، بيسموا بيبقى مانيفستيشن بتاعها ايه؟ بيبقى في فيفر برضو ابدومينال بين في الرايت هايبوكوندريام، بيبقى في دايريا نوزيا، وبيبقى فيه شويه فومتنج وديسكمفورت. الاعراض دي في المكان اللي بيحصل فيه ماتوريشن في الليفر بتعمل لي سندروم اسمها كاتاياما سندروم. كاتاياما سندروم السندروم اسمها ايه؟ كاتاياما سندروم. تمام. يبقى هو هيروح الليفر المكان اللي بيحصل فيه ماتوريشن، يحصل عندي شويه انفلاميشن فيحصل لي فيفر ابدومينال بين في المكان ده، شويه ممكن نوزيا وفومتنج، وطبعا بيبقى فيه ايزينوفيليا. احنا عارفين الايزينوفيلز من الباثولوجي بتبقى كاركترستيك بتطلع في حالتين، يا اما يبقى عندي اليرجيك انفكشن في جسمي، اليرجيك عندي اليرجي، او يبقى عندي بارازيتيك انفكشن، يبقى عندي يا اما اليرجي يا اما بارازيتيك انفكشن. بعد كده الستيج الثالثه الاوفي بوزيشن، ستيج وضع الايج، وده بيحصل في الهابيتات بقى، ده بيبقى مانسس بعد ما بيدخل جسمي. تمام. طيب الأضل دلوقتي بتبقى موجودة فين؟ في الشيستوزوما. لو هي في الشيستوزوما مالسوناي بتبقى موجودة في الميزنتريك فينوس بليكسس. 50% من الإج اللي هي بتحطهم في الميزنتريك فينوس بليكسس بتنخرم في الجدار اللارج انتستين لغاية ما توصل لليومن بتاع اللارج انتستين وتنزل مع الستول. طيب 25% بيفضلوا ترابت في الميوكوزا في الصب ميوكوزا، 25% بيرجعوا تاني عن طريق البورتال سيركيوليشن يوصلوا للإيه؟ للليفر. يبقى 50% 25% 25%. تمام. طيب الايج ديت في مكان هيحصل لها ايه؟ اي مكان، اي جسم غريب هيحصل ايه؟ يحصل حولها جرانيولوم، جرانيولوما فورميشن، وبعد كده لما تقدم شويه يجي يحصل لي كالسيفيكيشن وفايبروز. طيب الجرانيولوما دي بتتكون ليه؟ قال لك الميراسيديوم اللي جوه الايج ده بيفرز انتيجين بيسموه سيلوبل ايج انتيجين، وده مهم جدا هنا عندي يا جماعه. السولوبل ايج انتيجين ده مهم جدا عندي هنا. السولوبل ايج انتيجين ده الانتيجين موجود عندي في الجسم يحفز جهاز المناعه عندي، فتروح السيلز متجمعه حوالين الايج. وانتوا عارفين الكومبوزيشن بتاع اي جرانيولوما عندكم ايه؟ شويه ليمفوسايت، هيستوسايت، زينوفيليا، بلازما سيل، او حتى الهيستوسايت تتجمع وتعمل لي جاينت سيل. تمام. بعد كده يبقى احنا قسمنا عندنا لثلاثة ستيج تاني، الستيج بتاع البنتريشن، الستيج بتاع الماتوريشن، الستيج بتاع الاوفي بوزيشن اللي انا بحط البيض عندي، بحط الاكس. تمام. طيب بعد كده يحصل لي كومبليكيشن،
ممكن يحصل لي local intestinal complication في أنا دلوقتي بشرح الشيستيزوما مانسونوي، ممكن يحصل لي local complication وممكن يحصل لي general complication other complication بقى في المراحل الأخيرة. local complication الأول ممكن يحصل لي إيه؟ ممكن تعمل لي بوليب في اللارج انتستين وهي بتخترق الجدار، يحصل ulceration. وعارفين البوليب لو في كرونيك بوليبوزس وخدنا البوليب يا اما تبقى نيوميروس عديده، يا اما تبقى سيسايل، سيسايل يعني نوت برانشز تمام، يا اما تبقى بيدينكيوليتد بتبقى برانشز برانشد كده. بوليب يعني بوليب يعني مثلا لو ده جدار الانتستين يطلع لي منها بوليب كده تمام. ممكن تبقى سيسايل زي البوليب دي، وممكن تبقى بيدانكيوليتد زي دي كده متفرعه اكتر تمام، وممكن تبقى بيدانكيوليتد برانشز يعني تبقى طالعه وعامله برانشز كتير كده تمام. دي انواع البوليب اللي ممكن تبقى موجود. طيب مش ممكن يبقى حواليها يتكون جرانيوليشن تيشو وتعمل بالهرزيوما تمام، والبهرزيوما دي ممكن تتشخص على انها تيومر بالغلط تعمل لي سودو تيومر، وممكن البهرزيوما دي لو حجمها كبر تعمل لي ايه اوبستراكشن. طيب لو موجوده عندي في اللارج انتستين، مش احنا قلنا اي حاجه في اللارج انتستين ممكن تعمل لي ديزنتري، اول بارازايت هو اقوله في المنهج يعمل ديزنتري. ديزنتري يعني ميوكوس وبلاد موجودين في الدايريك ستول ماشي، ده الديزنتري. طيب لو حصل فيبروزس في الانتستين جامد، مش ممكن الانتستين دي من كتر الفيبروزز اللي موجود فيها يحصل لي اوبستراكشن بتاعتها، بيسموها كلوزد انتستينال شيستيزوميزيس. وده سؤال، امتى يبقى عندك الاج مش 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 قادر الاقيها في الاسطول مع ان انا متاكد من الاعراض ان هو عنده ايه، ان هو عنده شيستيزوما. لو هو عنده مثلا كلوزد انتستينال شيستيزوميز، عنده انتستينال اوبستراكشن الاج ما بتنزلش في الاسطول، بعد كده يحصل لي هيباتوس بلينك شيستيزوميز. هيباتوس بلينك شيستيزوميز بيبقى عندي هيباتو سبلين وميجالي، الليفر بيكبر، السبلين بيكبر. اهم حاجه عندي هنا حاجه اسمها بورتو سيستميك كولاترال فينس سيركيوليشن بتفتح تمام، فبيحصل ان السيركيوليشن بتاعتي البورتال سيركيوليشن مع السيركيوليشن الجسم السيستميك سيركيوليشن يفتحوا على بعض، بتبقى بيسموها بورتو سيستميك شنت او بورتو سيستميك انستموزس شنت. طيب لما يفتحوا على بعض عندي البريشر عندي بيزيد، البريشر عندي بيزيد يبدا يحصل دايلاتيشن للفيزلز، دايلاتيشن في الفيزلز لو حصل في الاسوفاجوس يحصل لي فاريسز دوالي المريء، دوالي المريء دي لو فرقعت ممكن تعمل لي هيماتيمسيس وملينا تعمل ارجع دم وايه، والستول ينزل لونه اسود من ايه، الستول ينزل لونه اسود عشان يتهضم بالاتش سي ال، او ممكن يعمل لي بايلز بواسير لو جه في الانس، ممكن يعمل لي حاجه اسمها كابوت ميدوزا، كابوت ميدوزا اللي هو راس الافعى، لان بيبقى فيه دايلاتيشن للامبليكاس اللي بقى الامبليكال فين حوالين الامبليكا، الفينز اللي حواليها تبقى دايليتد تبان كده، بيسموها رأس الأفعى، دي الكابوت ميدوزا. وممكن يحصل لي امبوليزيا. أهم حاجة في الأذر كومبليكيشنز تعرف لي إن هو ممكن يعمل كرونيك مايكروسكوبيك هايبوكروميك أنيميا، ممكن يعمل أنيميا. طب يعمل أنيميا ليه؟ لأن الدودة ذات نفسها ممكن تتغذى على البلد تمام، وهي بتعمل ألسريشن في ألسريشن في الانتستين، فممكن تعمل لي لوس اوف براد. الاسوفجيال فاريسيس دي مش ممكن تفرقع، فبرضه يحصل هيماتيمسيس ويحصل لوس اوف بلاد. مش بيبقى في هايبرسبلينيزم، هايبرسبلينيزم السبلين يعني بيكبر وبيتجنن وبياخد كل البلاد سيلز عنده بيحوشها عنده في السبلين، فبرضه وبياخد البليتلس، فتبقى عندي ايه برضه تندنسي تو بليدنج. دي اسباب الكرونيك مايكروسيتيك انيميا. طيب ممكن يعمل لي بعد كده امبوليزم، الامبوليزم دي لو جت في اللونج تعمل لي بالمونري هايبرتنشن ويسموها ساعتها كور بالمونيل، لو جت في السي ان اس ممكن تعمل لي ابيليبسي وتعمل لي هيمبليجيا شلل نصفي، لو جت في الجينيتال اورجان تعمل لي فيرتيليتي انفيرتيليتي عقم، لو جت في السكن ممكن تعمل لي شويه درماتايتس. في حاجه كمان مهمه اسمها كرونيك جلوميرولونفرايتس، كرونيك جلوميرولونفرايتس بيحصل ديبوزيشن للانتيجين كومبلكس في النفرونز
يخليها غير قادرة على أداء وظيفتها. تبص تلاقي البروتين نازل في اليورين وله أعراض تانية كتير، تمام، وممكن يعمل جروس ريتارديشن. طيب أشخص إزاي الشيستوزوما مالسوناي؟ ممكن قلنا عن طريق الهيستوري أو دايركت عن طريق إن أنا بعمل ريبيتد ستول إكزامينيشن، ريبيتد عشان لو الإج مش موجودة مرة ممكن ألاقيها تاني مرة، وبعمل كونسنتريشن تيست، حاجة اسمها فورمول إيسر تكنيك، بعمل كونسنتريشن عشان اخد اكبر عدد من الايج، تمام. وممكن اعمل تيست اسمه كاتو كاتس ميثود. التيست ده بيستخدم عشان اعرف الانتنسيتي اوف انفيكشن، اعرف شده الانفيكشن عندي ايه، عدد الايج اللي موجود عندي ايه. وفي تيست كمان اسمه هاتشنج تيست. طيب ايه هاتشنج تيست ده؟ هاتشنج تيست ده انا بستخدمه عشان افرق بيه ما بين الفايبل ايج والنون فايبل ايج. الايج اللي جواها مراصيديا حي وان انا دلوقتي عندي الانفكشن موجود في جسمي، ولا نون فايبل ايج، ايج موجوده مثلا اتعالجت وخدت علاج بس لسه موجوده في جسمي فالمراصيديا اللي فيها مات. افرق ما بينهم ازاي؟ بيقول لك الفايبل ايج لو انت حطيت عليها نقطه ميه هتهاتش، هيحصل هيطلع المراصيدي. النون فايبل ايج ما بيحصلش فيها الكلام ده. الفايبل ايج بتبقى ترانسليوسنت، النون فايبل بتبقى اوبيك. الفايبل ايج بيبقى المراصيديوم بتاعها كلير، النون فايبل ايج بيبقى ديس انتجريتد شويه. الفايبل ايج هي عشان فايبل بيبقى حواليها شويه ار بي سيز لانها بتقعد تنخرم في الايه، في التشو، بتنخرم في الولب فبيبقى حواليها شويه ار بي سيز. انما النون فايبل ايج ما بلاقيش ار بي سيز. قلنا الكلوزد شيستوميزيس ما بلاقيش ايج، فشخصها ازاي ساعتها؟ اشخصها يا اما انا اخد بايوبسي، يا اما اخد اعمل اميونولوجيكال تيست، اعمل سيرولوجي واشوف الانتيجين او اشوف الانتي بودي. اندايركت طبعا بدور على الانتيجين وبدور على الانتي بودي، وقلنا الانتيجين هنا اسمه ايه؟ سولوبل ايج انتيجين. وممكن اعمل اذرز، اعمل سي تي او التراسونوجرافي او اعمل ام ار اي، بس في البلاد بيكتشر هنا يبقى عندي ايه؟ زينوفيليا. ده الحاجات المميزه. طيب الشيستوزوما هيماتوبيام قلنا الهابيتات بتاعها بتبقى موجوده في الفيزيكل والبلفيك فينوس بليكسس. من السكيما قلنا كلهم فيهم ريزرفوار هوست ما عدا الشيستوزوما هيماتوبيام، عشان كده هنا مش كاتب سيره ريزرفوار هوست. في الباثولوجي اول اتنين ستيج زي الشيستوزوما مانسوناي بالظبط، اللي هي ستيج بنتريشن وستيج اوف ماتوريشن. يعني هتكلم برضو على ستيج اوف بنتريشن في السكن، في اللنج، في الليفر، وهتكلم على الماتوريشن، هتكلم على الكاتياما سيندروم. طيب الستيج بقى اوف اوفي بوزيشن برضو هيحصل لي جرانيولوما وكالسيفيكيشن، بس في حاجة مميزة عندي هنا اسمها ايه؟ الايج لما تبقى موجودة في الميوكوزا والصاب ميوكوزا عندي في اليورينال بلادر ممكن تعمل لي حاجة اسمها ساندي باتشس. يعني ايه ساندي باتشس؟ ساندي باتشس يعني بعد ما يحصل كالسيفيكيشن للايج في الاتروفيك ميوكوزا. يعني لو جينا رسمناها مثلا كده، لو دي الميوكوزا ودي الايج عندي، الميوكوزا بيحصل لها اتروفي كده على الايج، والايج دي حواليها بيبقى فيه كالسيفيكيشن، فيبقى الشكل كده بالظبط. الميوكوزا اتروفيد، بدل ما كانت الميوكوزا كده لا بقت كده على الايج، بيحصل لها اتروفي ويحصل كالسيفيكيشن للايج. بيسموا الباتشز دي ساندي باتشز، تمام. طيب في اليوريتر لو حصل فايبروزس في اليوريتر يحصل لي ايه؟ يحصل لي ان اليوريتر ده بيجي يحصل لي ستينوزس، اليوريتر يبدا يتجمع في اليوتر، في اليوريتر يبقى هيدرو نيفروزس، يتجمع في البلفس بتاع الكدني يبقى بايو نيفروزس، تمام. تمام طيب اللوكال مانيفيستاشن في الكومبليكيشن بتبقى ايه؟ الراجل ده عشان عنده فايبروزز في اليورين، في اليورينري بلادر بتاعته، فما بيقدرش اليورينري بلادر تعمل ديستنشن لما يبقى فيه كميه كبيره في اليورين، وبالتالي يدخل الحمام كتير. يدخل الحمام كتير بيسموها فريكوينت ميكتوريشن، فريكوينت ميكتوريشن. بعد ما هيخلص الميكتوريشن بتاعه هيلاقي فيه تيرمينال هيماتوريا. هيماتوريا يعني ينزل دم في البول، تيرمينال هيماتوريا، تيرمينال في اخر الميكتوريشن، تمام. بعد ما يخلص في اخر الميكتوريشن ينزل شويه دم في البول. بينزل في الاخر ليه؟ لان بعد ما بيخلص بيحصل سكويزنج للوول، هو بيعمل سكويزنج في الاخر، بعد ما يخلص يحصل سكويزنج للوول بتاع الايه؟ اليورينري بلادر. طيب الوول بتاع اليورينري بلادر مش فيه شويه السرز؟ طيب والالسرز دي تنزل ايه؟ تنزل بلاد. ممكن لو حصل استجننت اليورين يحصل لي ستون، يتكون ستون، يحصل لي سكندري انفكشن.
وطبعا قلنا هي ممكن يحصل هيدرويرتر وهيدرونفروزز عشان ايه الاستركشر اللي هيبقى موجود. اهم حاجة عندي هنا ان اليورينري بلادر سبب الوفاة فيها بيبقى البلادر كانسر. هناك في الشستيزوما ما كانش بيحصل, في الشستيزوما مانسوناي ما كانش بيحصل كانسر, هنا بيحصل كانسر. ويحصل عندي امبوليزم برضو عادي, مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا لنفس الاسباب, وسيجنيفيكانت جروس ريتارديشن عادي جدا لنفس الاسباب. طيب الدياجنوزز نفس الدياجنوزز بتاع المانسوناي, اعمل هاتشنج تيست واعمل برضو اندسكوبي, بس اهم حاجه هنا الكونسنتريشن تيست. مفيش كونسنتريشن تيست اللي هو كاتو كاتس بقى الفورمال اسر, هنا بنعمل حاجه اسمها ممبرين فلتريشن تكنيك. يعني ايه ممبرين فلتريشن تكنيك؟ بجيب ممبرين واحط اعدي من عليه اليورين عشان اجمع الايج, بعمل فلتريشن للايج, اخد الايج ساعتها وافحصها تحت الميكروسكوب. اذر انفستيجيشن عادي جدا بلاد بيكتشر برضو, هلاقي ايزينوفيليا واعمل ايميدجنج سي تي وام ار اي واكس راي. اهم حاجه عندي هنا ان في حاجه مميزه اسمها انترافينوس بايلوجرافي, بحقن صبغه تبقى موجوده في اليوريتر بتبين اذا كان اليوريتر ده فيه ستركشر ولا ما فيهوش, في اوبستراكشن موجوده عندي في اليوريتر ولا ما فيش. تمام, ده التريتمنت بتاع الشستيزوما كلها ايه. قلنا اي دواء اي تريتمنت في التريماتوز بيبقى بالبرازي كوانتيل, وفي الشستيزوما بزود دواء اسمه ارتيميسينين اللي هو انتي ملاريا. تمام, ده في السبيسيفيك. طيب في التريتمنت بتاع النونس سبيسيفيك بقول ايه, مثلا ممكن ادي حاجه مضاده للانفلاميشن انتي انفلاماتوري, ممكن ادي بيتا بلوكر في حاله الهيباتيك كونجيشن, ادي بيتا بلوكر لهيباتوس بلينوميجل. تمام, عشان بتريح الكونجيشن ده شويه. تمام, وممكن اعمل سيرجيكال بقى ان انا بشيل مثلا البوليبس, او لو في اوبستراكشن اعمل سيرجيكال. لو برضو لو عندي كارسينوما في اليورينري بلادر بضطر اتدخل سيرجيكال وايه وبشيل الليجن ده وبعمل فولو اب بالعين. البريفنشن والكنترول عادي جدا زي ما احنا قلنا قبل كده. مقارنه هي ما بين الشستيزوما مانسوناي والشستيزوما هيماتوبيا, انتستينال شيستوزوميزيس ديت يورينري شيستوزوميزيس لانها بتبقى موجوده في اليورين. اهم حاجه عايزكم تعرفوا ان الهابيتات الشيستوزوما مانسوناي بتبقى موجوده فوق في مصر فوق في النيل دلتا, وممكن تنزل في الصعيد بس لغايه اسيوط. الشيستوزوما هيماتوبيام دي بتبقى موجوده في الصعيد بس, ما بلاقيهاش عند الفلاحين, ما بلاقيهاش فوق في الدلتا. تمام, طيب وعايزكم تعرفوا كمان في الهابيتات دي انفيريور ميزنتريك فينا في بريكساس, كل الكلام ده قلناه قبل كده, ما فيش حاجة مميزة قوي. والسامبل طبعا ده هاخد السول, ده هاخد يورين سامبل. في حاجة اسمها سيركاليال ديرماتيتس او بثر ايتش او اسمه سويمر ايتش. يعني ايه؟ يعني نون هيومن اشبيسيز من السيركاليا, سيركاليا بتاع نون هيومن اشبيسيز شستيزوما, بس مش شستيزوما بتاعتنا, مش لو قال شستيزوما مانسوناي ولا شستيزوما هيماتوبيا ولا شستيزوما اشبيسيز تانية من الشستيزوما, سيركاليا بتاعها ممكن تدخل جسم الانسان, تدخل جسم الانسان ممكن تعمل لي شويه ديرماتايتس. تمام, وانفلاميشن بعالجها ازاي؟ وهي ما بتعملش اي ديزيز في الانسان, بس هو مجرد ان انا بعالج الاريتيشن اللي موجود في السكن ده بانتي انتيروريتك وانتي هيستامينك, ولو ودي انتي بيوتك عشان لو حصل سكندري انفكشن على الليجن ده. بس كنترول بتاعها ان انا ايه لازم انشف جلدي كويس, اعمل دراينج للسكن بعد ما ايه بعد منزل مثلا في سويمينج او اي حاجة. تمام, كده احنا خلصنا التريماتودز. في سكيمة بقى انا كنت واعد الناس بيها, هي سكيمة الايج. احنا الوقت قلنا لارجست ايج دي سكيمة السيستود والتريماتود مع بعض, يبقى انا عندي حجم الايج هحفظه لك كله دلوقتي. لارجست ايج هما 2 في المنهج, الفشيولة والشستيزوما. الفشيولة 140 نصها كام؟ نصها 70, والشستيزوما 140 نقص عن 70 10 يبقى كام؟ 60. ده اللارجست ايج اللي موجود عندك في المنهج كله. سمولست ايج الهتروفس, هتروفس 30 في 15, ودي واحدة بس في المنهج اللي هي الهتروفس هتروفس. كل بقية المنهج عندي ميديم سايز ايج, ده باقي المنهج كله. طيب طيب انا عايز احفظ بالارقام, مش عايز اكتب ميديم سايز ايج. طيب تمام, عندك في السيستود مثلا احنا شرحناها طبعا قبل كده 30 40 50 60 70. من 30 ل 40 دي التانية, علم اهو من 30 ل 40 دي التانية. تمام, طيب من 30 ل 50 اهو بالرسمه كده انت هتعرف تجيبها بعد كده لوحدك, دي الهيمولبس نان. من 60 ل 70 دي الهيمولبس دمينيوت. تمام,
من 50 لـ70 للدايفيلو بوس ريمليت. سهله كده اظن كده وضحت خالص. بنكتب 30 40 50 60 70 وبنطلعها منه، من 30 لـ40 دي التانيه، من 30 لـ50 الهيمولبس نانا، من 60 لـ70 ديمينوتا، من 50 لـ70 دايفيلو بوس ريمليت، وكلهم بالمايكرو. طيب الترميتودز، الترميتودز احنا قلناهم لارج لاسمولز. طيب في عندي برضو اتنين حجمهم مختلف. اول حاجه قلنا الباراجيمونوس وسترماني، ودي بتبقى 50 في 100. طيب الشيستوزوما جابونيكا مش زي بقيه السبيشيز بتاع الشيستوزوما، كل الشيستوزوما اللي هي المانسوناي والهيماتوبيا 140 في 60، لا دي بتبقى 90 في 60 بس، 90 في 60. يبقى انت هتكتب لي 50 60 90 100، 100 ناقص نصها كام؟ 50، دي البارجومنس وسترماني، والستين والتسعين دي الشيستوزوما جابونيكا. تمام، دي اللي انا كنت وعدت بيه. فاضل حاجة عندي بس كده عايز اقولها، الجابونيكم عشان كانت ملغية المرة اللي فاتت فاحنا نزلناها في ورق الزيادات مع البرجمونس وسترماني. تمام، قلنا الهابيتات بتاعها بتبقى موجودة في السوبيريور ميزنتريك فينوس بليكسس، عايزكم تعرفوه. هي طبعا مش تبقى، ما بتبقاش موجودة في مصر، بتبقى موجودة في اسيا وفي الفار ايست. تمام تمام، الديفينيتيف هوست المان عادي، الريزرفوار هوست هنا الرات والكاتل، والقلنا الانترميديت هوست السنيل بتاعها اسمه انكو مالينيا. السايز قلنا من السكيما اهو، وعرفتكم سكيمه الايج من 60 لـ70. الشيب قلناه، والكونتنت مراسيديا بتبقى موجوده في الاستول. في معلومه بس بيقول لك ان الهيباتوس بلينيك مانيفيستيشن دي بتبقى موجوده في الشيستوزوما مانسوناي وفي الشيستوزوما جابونيكم، بس في الشيستوزوما جابونيكم اكتر. قال لك ليه بقى الهيباتو مانيفيستيشن بتبقى موجوده في الجابونيكم اكتر؟ ده سؤال جيفريزو. قال لك لان السوبيريور ميزنتريك فينوس بليكسس ده بيبقى اقرب للليفر، فبيعمل ليفر مانيفيستيشن اكتر. كمان الايج بتاعت الايج بتاعت الشيستوزوما جابونيكم اصغر، فممكن توصل للليفر برضو وتعمل مانيفيستيشن اكتر. كمان العدد الايج اللي بيطلع بيبقى اكبر من عدد الايج بتاع الشيستوزوما مانسوناي. تمام، والفيميل بتبقى اطول كمان، فعشان كل الكلام ده هي بتعمل هباتو مانيفيستيشن اكتر من ايه، من الشيستوزوما مانسوناي. تمام، يا رب يكون الكلام خفيف عليكم وتكونوا استفدتم، وبقى عرفوني رايكم يا جماعه في التسجيل، وشكرا.